مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. يوم جديد، حلقه جديده، السادسه. تحياتي لكل الاهلاويه اللي بيتابعونا ويبتدوا معانا حلقه النهارده. صحيح هي حلقه العالمي، الكره العالميه، لكن انا حابب الحقيقه ابتدي بالمحلي النهارده، لانه عندنا اكتر من متغير يعني منتظرينه في المسابقه، مسابقه الدوري تحديدا في انطلاقه الموسم الجديد. اهمها على مستوى المتعه الحقيقه، يمكن حاجه انتظرناها طويلا الحقيقه، واخيرا حصلت الانفراجه، واتمنى ان كلنا، كل العناصر تستثمر هذه الانفراجه، القفل اللي اتكسر، قفل المدرجات، الماتشات اللي اتلعبت لمواسم كتير جدا بدون حضور جماهيري. واعتقد ان احنا جربنا وشفنا واتفقنا واقتنعنا ان الكوره بدون جمهور فقد جزء كبير جدا من متعتها، من حلاوتها، من طعمها. السنه دي هتتفتح المدرجات مره تانية، والملاعب هتفتح ابوابها للاستقبال. صحيح الرقم يمكن مش على قد طموحاتنا، والرقم ممكن ما يبقاش يعني اللي ليه تاثير كبير جدا على حلاوه ومتعه متابعه الماتشات بجمهور، لكن بدايه الغيث قطره زي ما بيقول. وبالتالي اعتقد ان الكوره النهارده في ملعب الجمهور رقم واحد. يعني ايه؟ يعني الجمهور هو صاحب القرار اللي جاي. اذا كنا اتكلمنا على انه كل الجهات المعنيه بفكره او بمبدا حضور جماهيري، سواء جهات امنيه او غيرها، هي كانت صاحبه القرار، انا بعتقد انه بدايه الحل ده خلى القرار ينتقل من السلطات المعنيه او الجهات المعنيه بفكره حضور الجماهير للماتشات لملعب الجمهور نفسه. يعني الجمهور نفسه النهارده هو اللي يكون صاحب القرار بزياده الرقم اللي وصل ل 2000 متفرج او 2000 متابع في كل مباراه، 1000 لكل فريق. ازاي؟ اعتقد انه انضباطنا، الصوره اللي هتترسم في بدايه الموسم، قدرتنا او رغبتنا على حفظ النظام هي اللي تشجع الحقيقه على ان الرقم ده ممكن، على فكره ووارد جدا، في نفس الموسم يرتفع الرقم لارقام مضاعفه. اتمنى ان احنا نشوف، والحقيقه يمكن اوروبا فتحت نفسنا، يعني اللي بيتابع المسابقات الاوروبيه كلها النهارده، كل ملاعب العالم في ظل طبعا انتشار كمان عمليه التطعيم، ودي بالتاكيد هتتاخد في الاعتبار، واعتقد انها كمان فيما يتعلق بمواجهه يعني كوفيد 19، ربنا يحفظنا ويحفظكم، ممكن تساعد بشكل كبير كمان في زياده الارقام. على كل الاحوال تذكرتي هي اللي هتتولى تنظيم عمليه دخول الجماهير، واعتقد انها كانت صاحبه تجربه ناجحه جدا الحقيقه في بطوله الامم الافريقيه.